السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدي الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم. نستعرض فيها موضوعا هاما ومميزا خلال هذه الثورة، حيث أثر بشكل كبير منذ ما قبل هذه الثورة، منذ أن استلم نظام البعث نظام بشار الأسد أو نظام حافظ الأسد والده حكم في سوريا بداية الستينيات من القرن المنصرم. نتناول حقيقة دراسة قدمها مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية في شخصية بشار الأسد في الإطار الشخصي في الإطار النفسي، خلفيات ذلك وتأثيراته أيضا على الصراع في سوريا، من خلال البحث في عديد من المؤثرات في عديد من الجوانب في عديد من الفواعل التي أثرت في طبيعة حكم سوريا، وربما حتى دفعت بالقيام قيام الشعب السوري بهذه الثورة. هذه الدراسة قدمها مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، حيث تناول عددا أو سلسلة من زعماء العالم بالدراسة، وكان منهم بشار الأسد. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلي في الاستوديو دكتور عمار القاحف، المدير التنفيذي لمركز عمران للدراسات الاستراتيجية. مرحبا بكم دكتور عمار. سهلا. يعني مركز العلاقات الخارجية الأمريكي يبدو أنه معني بدراسة هذه السلسلة المتخصصة أو المعنية بسلسلة من زعماء العالم تناولها بالبحث والدراسة، وكان منهم بشار الأسد في إطار شخصيته ونفسيته، تناول حقيقة جوانب كثيرة وهامة لم نأتي عليها حقيقة في كل هذه الأسئلة والحيثيات التي بين أيدينا. لكن هناك سؤال بداية يفرض نفسه، ما الهدف من قيام هذه الجهات بهكذا دراسات، ومن المعني بها في الغرب؟ يعني بداية نحن نفتقد في مراكز دراسات في العالم العربي لدراسة ظاهرة الاستبداد ودراسة المستبدين الذين مروا علينا في التاريخ القديم والتاريخ الحديث أيضا، وهذا اهتمام موجود من اهتمامات البحثية في مراكز دراسات العالمية لدراسة موازين القوى وكيف تتغير. ولا يزال الموضوع السوري من قبل الثورة هو صندوق أسود لدى مراكز دراسات في أمريكا، محدود عدد الأشخاص الذين أتيح لهم فرصة لتحليل شخصيات مستبدة أو شخصيات قيادية في سوريا. يعد على الأصابع عدد الكتب التي كتبت في سوريا قبل الثورة عدد محدود جدا، فهناك اهتمام لدى هذا المركز تحديدا خاصة في ظل التحولات الحالية لدراسة هذه الظاهرة من أجل إمكانية معرفة هل إذا استمر ما هي النتائج، وإذا لم يستمر ما هي النتائج، وأبعاد ذلك في حال سقط النظام. هناك اهتمام في مراكز دراسات التي توجه السياسة الأمريكية بدرجة أو بأخرى. كيف يكون صندوق أسود والغرب نفسه حقيقة هو المعني بهذه الحكومات، هو المعني بهذه الأنظمة الوظيفية التي يعني عينها تحت سمعه وبصره وبيده؟ يعني هو يمكن عينها بشكل مباشر أو غير مباشر، لكن النظام السوري نظام حافظ الأسد كان أقرب إلى المسار الروسي من المسار الأمريكي، وإن كان له علاقات باطنية وهذه مع الجهات الأمريكية والإسرائيلية أيضا، وبالتالي كان يحاول دائما يوازن، فهو في الظاهر شيء وفي الباطن كما هي سياسته بشكل عام تتسم بهذه السياسة الباطنية التي تخفي كثيرا مما لا تظهره، وبالتالي العلاقات مع الأمريكان كانت علاقات باطنية بشكل غير مباشر عن طريق بعض يعني الضباط وغيرهم. نعم، هل تقصد أن روسيا تعرف، طبعا روسيا يعني الاتحاد السوفيتي كان موجود على عهد حافظ الأسد، ربما كانوا كما تفضلتهم أعلم بنظام البعث أو نظام بشار الأسد أو حافظ الأسد، هل تقصد أن الروس بالفعل يعرفون هذا النظام أكثر من أمريكا؟ يعني هم كان لهم دور في بناء الجيش السوري وهيكلته وتدريب الكثير من عناصره، رغم أن بعض العناصر كان كما ذكرت صفة الباطنية التي يحاول أن يعني يكون عناصر موجودة في الجيش في مواقع قيادية ربما لغير ظاهرة للناس هي التي يتم تدريبها عن طريق الجهات الأمريكية، ولكن الهيكل العام كان للروس دور أساسي في هيكلة الجيش والقوى الأمنية، وهذا أحد الأسباب الذين هم اليوم يتمسكون بهذه الأجهزة التي استثمروا فيها ملايين إن لم يكن بلايين الدولارات. طيب، يعني من خلال تتبعكم لسلوك بشار الأسد السياسي حتى ما قبل الثورة، بشار استلم تقريبا في بداية 2000
كيف يمكن فهم معالم شخصيته لبشار الأسد؟ شوف، بداية هو بشار لم يكن الابن المفضل لتولي الخلافة، وبالتالي هذه ربما أجبر عليه أبوه أحد أجبرا. العقد التي ربما متشربة في باطنيته وفي سلوكه الذي ظهر بعد استلامه للحكم، وأيضا احتاج أن يوظف شركة علاقات عامة ليظهر بمظهر الرئيس الذي يمشي في الشارع ويأكل بكتاش ويلعب بسكليت ويحاكي الشعب. هذا يعني ويسمع حتى للروك البريطانية، والتي حقيقة كانت مأخذ أصلا على بشار الأسد. نعم. من خلال الكاتب هذه الدراسة. نعم. أو يعني حاول أن يظهر بهذا الشكل، ولكن يعني حتى اليوم شخصية بشار نفسه شخصية غامضة، هناك تكهنات بأنه هو ضعيف أم قوي، أم هو الموازن بين قوى الضعف والقوى الموجودة، أم هو المختار الذي الآن يعني هو كالمختار، يعني مجرد يؤدب هذا ولكنه لا يستطيع قيادة نظام، وإنما هو المختار، هو المفصل الذي يوازن بين مختلف القوى. هذه أحد النظريات. لكن يعني الجدير بالذكر أن الثلاثة خبراء الموجودين في الحلقة أو البرنامج الذي أذيع عن مجلس العلاقات الأمريكية، الثلاثة من الثلاثة ربما جوشوا لانديز كان هو الشخص الذي أتيح له قبل بشار الوصول إلى سوريا، لكن الاثنين الآخرين لهم على عصر بالذات حدث الثمانينات، يعني من 80 إلى 82 بقي في سوريا. ثلاثتهم أتيحت لهم فرصة اللقاء مع بشار الأسد. جاشوا لانديز متزوج من أيضا من الطائفة العلوية، وله علاقات مع ضباط وناس متنفذين. أندرو تايبلر كان له علاقات. هذه معلومة لم تذكرها الدراسة، لأنه بالتأكيد هذه يعني، وبالتالي موقفه موقف جاشوا لانديز من بداية الثورة ربما لم يكن إيجابيا. وكان دائما وحتى اليوم يقول أنه من الخطأ سقوط بشار الأسد، ومن الخطأ سقوط هذا النظام وتداعياته على المنطقة وغير ذلك من النظريات المبنية على فرضية أنه هذا يعني مصلحة الولايات المتحدة هو في بقاء هذا النظام. أندرو تايبلر موقفه يختلف تجاه النظام، لكن أيضا هو من الناس الذي أتيح له العمل مع مؤسسات أسماء الأسد في فترات الربيع دمشق وغيره، وكان في دمشق أتيح له. وديفيد لش أيضا من الناس الذي أتيح لهم اللقاء مع بشار مباشرة، وأيضا عن طريق أصدقاء كثر، وهذول ربما أحد الأدوات التي استخدمتها بشكل مباشر أو غير مباشر يعني أنا الشركة العلاقات. نعم. العامة البريطانية التي حاولت أن تتيح للخبراء في الغرب إمكانية الوصول لهذا المستبد. يعني حقيقة نحن في هذه الحلقة دكتور عمار نريد أن نحلل الدراسة، أن نفككها، أن نستعرض بعض حقيقة حيثياتها وأطروحاتها، لكن يعني المزج فيها بين السياسي والنفسي، لكن في نفس الوقت أيضا نريد أن نعرف بالفعل هل هي تتمتع بالمصداقية فيما طرحته من معلومات وتحليلات، أم أنها جانب ذلك من خلال هذا المعطى الذي تحدثت عنه تحديدا، وهو أن هذا الشخص بالفعل كواحد من هؤلاء الثلاثة الذين قاموا بهذه الدراسة ربما يعني كان فيه قدر من الانحياز لبشار الأسد باعتبار هذه المصاهرة التي ذكرتها، وأيضا ربما من خلال عدم اتسامه بالحياد. الآن الكثيرون كانوا يصفون، لندخل بداية في حيثيات هذه الدراسة وتحليلاتها، الكثيرون كانوا يصفون النظام في سوريا قبل الثورة بأنه ذكي جدا، بأنه متمكن، بأنه يستطيع التعامل مع الأزمات بدهاء شديد، وكان من أبرز السياسات التي يستعملها النظام حتى في عهد طبعا الأب سياسة حافة الهوية. هل تتفق مع ذلك؟ شوف، يعني بداية هناك إشكالية في الدراسات الغربية التي تنظر إلى ظاهرة الاستبداد في العالم العربي، وظهرت في هذا الدراسة التي صدرت، وهي تنطوي على تحليل الثقافي والمجتمعي والأيديولوجي لهذه الظاهرة، بمعنى أنه هؤلاء العرب أو المسلمون ليس بإمكانهم أن يخرجوا من هذه الظاهرة، وأنها من صلب ثقافتهم وتاريخهم ودينهم وتعليمات وتعاليم الثقافة العربية. وهذا يعني تجده يعني في قعر أو في خلفية كثير من الكتاب، بما فيهم للأسف الثلاثة المذكورين. هناك إشكالية فعلا بمعالجة النظام السوري، كيف استطاع أن يوازن ويمر بتحديات اقتصادية واجتماعية وسياسية من 63 حتى موت حافظ الأسد. نعم. وكيف اختلفت هذه السياسة بعد وفاة أو موت حافظ الأسد
خلال فترة بشار الأسد. ربما الوصف بأنه ذكاء، أنا أقول يعني في الذكاء ربما هي صفة إيجابية، يمكن تقول الدهاء أو الثعلبة أو شيء من هذا القبيل. يعني هو فعلا بشار الأسد حطم كثير من الأسس التي بنى عليها والده هذه المنظومة المستبدة بطريقة تستطيع أن تصد كل الهجمات التي واجهها نظام حافظ الأسد. إذن هذه عوامل ذاتية، أنت تقصد أنها عوامل ذاتية. هناك عوامل ذاتية وهناك عوامل أيضا خارجية، لكن حتى الخارجية لم يضع سلته أو لم يضع يده بسلة واحدة. كان من الدهاء أو من الثعلبة بديول أن يضع أكثر من خيط في أكثر من مكان، فكان يوازن ويشد ويرخي ويشد ويرخي. يعني تشاهد مثلا طريقة شده مع الاصطفافه مع الإيرانيين في حرب العراق مع إيران، ثم اصطفافه مع الخليج ليسترزق ربما في حرب الخليج مع صدام عندما دخل على الكويت. فتجده يميل يمنة ويسرة ويحاول أن يمتص ربما بعض الأتوات أو بعض المساعدات، لأنه كانت الدولة تعاني من معاناة اقتصادية كبيرة جدا. فهو كان دائما يحاول أن يوازن بين هذه الخيوط، وبالتالي بنى بنية النظام ليست مبنية فقط على الاستبداد العسكري أو الأمني فقط، وإن كانت هي دولة أمنية وتهيمن على كافة. أحد العناصر التي يذكرها كثير من الدراسات هي تصميمه للهوية الوطنية السورية كهوية أسدية متمحورة حول سوريا الأسد، وليس سوريا الشعب، وليس سوريا الحضارة. وإنما وهذا تكرس بالمناهج الدراسية، تكرس بالخطابات، تكرس يعني بكثير من الأمور التي بنيت عليها. نعم، ياسين الحاج صالح كتب مقالا إذا كنت طلعت عليه. نعم، فكك بالفعل فيه النظام وبين طبيعة تركيبته وطبيعة تحالفاته وطبيعة بنيته. خليني أشوف السيد ياسر النجار وهو عضو مجلس قيادة الثورة السورية معي عبر الهاتف. سيد ياسر مرحبا بك. هل تعتقد، يعني عطفا على ما ذكرناه للدكتور عمار القحف، هل تعتقد أن النظام استمر لأنه مدعوم دوليا من قبل إسرائيل وربما هذا حتى ما كشفته الثورة، أم أن هناك عوامل ذاتية استطاع من خلالها النظام استمرار وتجاوز كل العقبات التي مر بها في عهد الأب وفي عهد الابن؟ يعني بداية يجب أن لا نستهين في موضوع وجود إسرائيل في المنطقة وعلى موضوع الحدود المشتركة ما بين الكيان الصهيوني وما بين سوريا ولبنان ودول المنطقة بشكل خاص. نحن نرى أن إسرائيل تتابع هذا الأمر عن كثب، ولكن حقيقة في قضية الثورة وبالذات أنا أركز الآن على فترة بشار الأسد، أنا أرى أن التغول الإيراني لم يكن من مصلحة إسرائيل، وكلنا نعلم أن إيران استطاعت في خلال فترة بشار الأسد أن يكون لها دور أكبر على مستوى مؤسسات الدولة، تمددت بشكل كبير جدا، وحقيقة استطاعت أن تخترق الدولة العميقة التي كان قد بناها حافظ الأسد في فترة سابقة. لذلك هي استفادت من ضعف شخصية بشار الأسد الذي كان لا حول له ولا قوة، وخصوصا مع بداية الأزمة. بناء على لقاءات جرت مع الكثير من الأخوة التي أراد بشار الأسد في بداية الثورة أن يلتقي مع أهل درعا، والتقى أيضا مع بعض الوفود من دمشق وحلب، كان الانطباع العام أن بشار الأسد يعني متفاجئ بالأمر ولا يستطيع أن يتأقلم، لذلك كان لديه ردود أفعال انفعالية، يعني طبيعته كانت متوتر، كان أحيانا يجاوب بأجوبة ليس لها أي دخل في سياق السؤال. نعم، وكان في بعض الأمور يعني مثل على سبيل المثال قال أنه هو لا يستطيع أن يزيل عاطف نجيب مثلا لأن والدته تدخلت، وأنه يعني كان غير متوازن كرئيس دولة، وإنما هو مجرد شخص منفعل. ولكن أنا أرى حقيقة أن التغول دولة إيران في فترة ضعف شخصية بشار الأسد ضمن الدولة العميقة هي من أدارت العمل الأمني وحتى العمل العسكري في الآونة الأخيرة في مواجهة الثورة. ولذلك أنا أرى حقيقة أن بشار الأسد كشخص يعاني من عملية يعني انفصام بالشخصية. هو طيب سنأتي سيد ياسر الدولة العميقة. نعم، سنأتي على هذه التفاصيل التي تعنى بشخصية بشار أسد تحديدا، لكن دعني أسألك عن هوية النظام في سوريا. كيف يمكن أن نصف هذه الهوية للنظام في سوريا من خلال
بعض النقاط التي توضح هذا الجانب؟ يعني لنبتدئ من فترة حافظ الأسد، تعلمون جميعا أن حافظ الأسد كان حريص على تمكين الدولة الأمنية، وكان حريص على عملية استبدال موظفي الدرجة الأولى بموظفين محسوبين عليه بشكل مباشر. الآن فترة بشار الأسد كانت هي مرحلة العصابة المالية الاقتصادية، يعني فترة حافظ الأسد كنا نرى فساد في المال، ولا نرى تغول لشخصيات، ولكن التغول على مستوى المؤسسات ليس على المستوى القطاع الخاص. في فترة بشار الأسد بدأ التغول على مستوى مشاركة القطاعات الخاصة. تعلمون أن رامي مخلوف وتأسيسه لشركة شام القابضة كانت تسيطر على أغلب مداخيل القطاع الخاص، وبالتالي بدأت نظام المافيا الأسري أو المستفيدين القلائل من السلطة. يعني فترة حافظ الأسد نستطيع أن نقول أن هناك دائرة أكبر كلها في مصلحة النظام أو في مصلحة رئيس النظام. فترة بشار الأسد بدأت تتشكل لدينا لوبيات ضاغطة أو لوبيات تستفيد من الفساد المال، وكل منها يبني منظومته المالية على أساس يقتسم مع السلطة وليس يعمل موظفا لدى السلطة. لذلك وجدنا أن هناك تغول لرجالات أعمال شاركوا مافيات السلطة أو محدثي النعمة كما كنا نسميهم، وكان هناك اختراق لمؤسسات القطاع الخاص وسيطر على الاقتصاد بشكل عام. هذا الأمر انعكس أيضا بشراكة مع الأجهزة الأمنية. تعلمون أن الأجهزة الأمنية هي من تسمح وتفوض في نهاية المطاف بعملية الاستفراد في القضايا المالية وبعملية الاستئثار للشركات بذاتها بالأمور المالية. طيب سيد ياسر ابقى معي. عملية التوأم ما بين القطاع الخاص وما بين الأجهزة الأمنية. دعني أنتقل إلى الدكتور عمار قحف. ابقى معي سيد ياسر. دكتور، يعني عطفا على ما ذكره السيد ياسر نجار من المركزية واللا مركزية والشخص الرئيس والأجهزة الأمنية المتعددة، هذا يطرح سؤال حقيقة: هل النظام في سوريا مرتبط بشخص الرئيس أم أن تركيبته أعقد، بحيث مثلا أنه إذا غاب الرئيس يعني يستطيع الاستمرار أو أنه ينتهي؟ شو رح جاوبك، هي أعقد من ذلك، لكن أيضا هي معتمدة على رأس الهرم، بمعنى هي خيوط كثيرة متشابكة ومرتبطة، لكن يمسكها ويضبطها مختار الحارة وهو الرئيس الحالي. فهو فعلا نظام متعدد الطبقات، نظام طائفي، ولكن أيضا يعتمد على غيره من الطوائف، ويعتمد على بعض رموز السنة، سواء كان من طبقة رجال الأعمال أو طبقة المشايخ أو طبقة السياسيين أو العسكريين، معروف عائلة الطلاس مثلا أيضا ترأست يعني الجيش. تقصد العوائل السنية؟ فهناك فبعض العوائل بدي أقول بين قوسين الدمشقية أيضا التي ساندت النظام الأب والابن في مراحل كثيرة وأمدته وكافأها بشار عن طريق. هل صحيح ما يقوله البعض بأن هذه العوائل ربما منعت بالفعل النظام من السقوط في مثلا فترة من الفترات؟ يعني للأسف هل وصلت إلى هذا الحد؟ لا أريد أن أقول بعض العوائل أو أكثر العوائل أو غيرها، لكن كثير من الشخصيات الوازنة في مجال الاقتصاد والأعمال ساندت النظام بالتأكيد، ومنعت ربما من أيام الفرنسيين. هناك تجار في دمشق الذي منعوا الاعتصامات ومنعوا إغلاق المحلات التجارية احتجاجا على الفرنسيين، وثم احتجاجا على قتل بشار الأسد أيضا مؤخرا في بداية الثورة عندما بدأت حالة الاعتصامات. ف يعني باختصار هو نظام متعدد الطبقات، يعتمد ليس فقط على طائفية، وإنما ركب سيس الطائفة لصالحه، وأيضا سيس الطوائف الأخرى، وركب نظاما طائفيا يعتمد على مركزية طائفة معينة، ربما هي طائفة أيضا مضطهدة، وربما يأتي الحديث داخل هذه الطائفة أيضا هي اعتمد على أسر معينة وليس على كل كافة الأسر في الطائفة. طيب سيد ياسر النجار، يعني ما ذكره الدكتور عمار قحف من وجود عوائل بالفعل ساندت هذا النظام، يفرض علينا سؤالا: إذا كان هذا النظام طائفي، كيف يمكن أن نفسر وجود وجوه سنية في مؤسسات عديدة من الدولة، يعني الجيش والأمن والسياسة حتى وإن كان بمستويات مختلفة؟ يعني أنا أتفق مع الدكتور عمار في قضية أن النظام كان يستغل الطائفة، وليس النظام كان يعني يقوم بواجباته.
جهة الطائفة. لذلك ترى أن الطائفة جزء كبير منها كان يعاني بشكل أكبر بكثير حتى من المدن الكبيرة، ولكن حقيقة أن النظام استطاع أن يستفيد من هذه الطائفة لمصلحة المافيا. نحن نقول أن سوريا تحكم من قبل عائلة، هذه العائلة تحيط بها دائرة أكبر هي المافيا التي تدير هذه البلد على مستوى المصالح الاقتصادية، وخارج هذا الإطار يكون هناك الطائفة أو يكون بضع الدوائر أو متعددة الدوائر، جزء منها الطوائف وجزء منها لنقل بصراحة يعني استثمار الدول الأخرى ضمن سوريا. يعني تعلمون أن إيران لها سلطة على مواقع معينة، تعلمون أن يمكن أن يكون مثلا لدول غربية أو روسيا لها سيطرة على مصالح معينة. فالنظام كان يراعي هذه الأمور كون أن هذا الأمر استراتيجي بالنسبة له لتحقيق مصالح. أنا أرى حقيقة أن عدم انهيار النظام هو هذه الخلطة السحرية التي بناها حافظ الأسد نظرية تقاطع المصالح مع أكثر من دولة. نحن شعرنا أن النظام الأمني كان للآن للفترة الحالية يحارب من أجل الدول الكبرى، يعني أمريكا لا تقبل بعملية تفكيك الأجهزة الأمنية، روسيا لا تقبل بعملية تفكيك الأجهزة الأمنية. ما السر في ذلك؟ ما السر في ذلك سيد ياسر؟ أنهم يرون أن في هذه الأجهزة الأمنية غنيمة وأداة طيعة لهم يمكن أن تكون مخترقة بالنسبة لهم ويستفيدون منها. وتعلمون جميعا كيف أن النظام كان له أداء وأيادي بيضاء كما يدعي في محاربة القاعدة أثناء فترة احتلال أمريكا للعراق وما حتى ما قبل ذلك. يعني مما ورد عفوا سيد ياسر، مما ورد حقيقة قبل الثورة معلومات تشير بالفعل بأنه منذ ربما أحداث أو ما بعد أحداث 11 سبتمبر بأنه نظام بشار وأجهزته الأمنية المعروفة أجهزة مخابراته أعطت لأمريكا عشرات الآلاف من الأسماء التي يعتبرها بالفعل هي ربما متطرفة أو إرهابية خدمة منه للولايات المتحدة التي ساهمت في دعمه وتوطيد حكمه. صحيح هذا الكلام، وأنا أرى أيضا أن ما يحصل كان من تزويد الولايات المتحدة الأمريكية في فترة الاحتلال العراقي أيضا كان النظام يعمد إلى تجهيز شبكة من أجل كما يتصور الكثير من عايش هذه الفترة أنه كان يسهل أمور إرسال المجاهدين أو الثوار إلى العراق من أجل محاربة الاحتلال الأمريكي، ولكن حقيقة هذا الأمر كان أحمد حسون الذي هو عماد من أعمدة النظام الأمني كان هو من يدير هذه العملية باقتدار. وتعلمون أن هناك كان اختراق كبير، والدليل على ذلك أنه في هذه الفترة بالذات كان سجون صيدنايا بعد ذلك امتلئت بالعائدون من العراق، وكان كما تعلمون التنظيمات السرية أو التنظيمات الجهادية جزء كبير منها متواجد في صيدنايا وتم الإفراج عنهم كما تعلمون في آنفا مع بداية الثورة. لذلك نحن نرى أن هذا النظام استفاد من شبكته الأمنية ومن علاقاته الأمنية، وأيضا استفاد من طبيعة التقارب مع المجتمع السوري من خلال تعلمون أن هذا النظام هو الذي حارب في فترة الثمانينيات يعتقد أنه حارب الإرهاب من خلال تنظيم الإخوان المسلمين، وهو مستمر في محاربة الإرهاب. طيب ابقى معي سيد ياسر. ابقى معي، اعود الى الدكتور عمار القحف. دكتور، يعني المجلس الذي صدرت عن هذه الدراسه يعني قال بانه هناك اوجه حقيقه متعدده لشخصيه بشار الاسد. هذا يفرض سؤال مهم، ما الذي يجعل شخصيه بشار الاسد بهذا التنوع او بهذا التعدد؟ هل هو مثلا ثقافته او هويته او مذهبه، ام ان السياسه والتعاطي مع الواقع يلجئه لمثل هذا التقلب والتنوع؟ يعني اعود الى موضوع نشاته في اسره تقرب إلى أسرة عاطفية، البعد العاطفي فيه قوي، تأثير الأم على الأب حافظ كان قويا جدا، كان يستشيرها وتأمره. انظر إلى تأثير بشار الأسد النساء الأقوياء من حوله، سواء كان أخته التي استطاعت أن تفرض على والدها زواج ضابط من الجيش آصف شوكت، وأيضا من خلال ربما في بداية الأحداث السورية عندما قال أنه عمته عاتبته أنه ليش عزل محافظ درعا وغير ذلك. يعني فهناك جانب عاطفي وأيضا باطني ليس من ناحية الطائفية ولكن من ناحية التعامل مع الأمور
على غير ما هي أصلها، يعني بمعنى بمعنى ليس المقصود المذهب أو الدين، الطائفية الدينية، ولكن أقصد الطائفية في التعامل، الباطنية السياسية. الباطنية السياسية نعم، بمعنى يظهر شيء ويكون في باطني شيء، وهذا محط اهتمام المراكز دراسات بأنه تدرس هذه الأوجه. وربما يعني مر بعدة مراحل بحياته، حاولت، السبب الأساسي أنه حاولت كثير من وسائل الإعلام ترويجه في بداية حكمه أنه هو نفس جديد ونفس تجديدي وشاب ويحب المعلوماتية وطبيب عيون ودرس في الغرب وغير ذلك من الأمور التي يعني كل هذه ربما التصرفات كانت حقيقة لم تكن جذرية بقدر ما كانت لذر الرماد في العيون، حتى يلقي انطباع للشعب بالضبط صورة لإيهام أن هناك شيئا جديدا، يعني نعم سيأتي نعم مع عهده، صورة لإيهام شيء غير حقيقي موجود في شخصيته. طيب هل حتى الآن كل تكهنات بأنه هو شخصية ضعيفة أم قوية، يعني هو نعم هو عنده انفصام شخصية ولا ليس عنده انفصام شخصية، يعني كمان أيضا هذه أمور تحليل من خلال خطاباته أو من خلال تصرفاته. طيب أو غير ذلك، هل تعتقد أن السلطة بكل ما فيها بكل تجلياتها يعني أو بكل حقيقة بواطنها وتركيبتها المعقدة هي التي تؤثر في شخصية بشار الأسد أم العكس؟ أنا أعتقد يعني هي هو من بنية النظام أصلاً، يعني صحيح أنه لم يكن الابن المفضل لتولي هذه، لكن هو نشأ في وترعرع ضمن هذه المنظومة وضمن منظومة ثبتت أعمدة الحكم، وبالتالي وصل إلى الحكم. ربما في البداية كان هناك تكهنات بأنه حرس قديم حرس جديد، لكن سرعان ما هو يعني لأنه ابن هذه المنظومة سرعان ما مسك هذه المنظومة بشكل جيد وقادها، وربما صنع قيادات وأوجه جديدة وقاد المرحلة لمزيد من الدمار الاقتصادي في عصره والدمار الاجتماعي، ودمر كثير من التوازنات الإقليمية التي عمل عليها والده بطريقة معينة، لأنه ما يحط كل سياسته في سلة واحدة. وبالتالي هو نعم هو قاد هذه العملية في المرحلة الماضية أيضا ضمن توازنات أسرية عاطفية، يسمع لي يعني ظهر بعد الثورة شهرزاد جعفري ولون الشبل ولاحظ أيضا، يعني أنا أشبهه أكثر بالقذافي الذي يحب أن يحيط نفسه بنساء أقوياء. طيب سيد ياسر النجار، يعني مما ذكرته الدراسة التي أصدرها مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي نقلا عن مقربين غربيين من بشار أنه يريد أن يحقق تقدما في الأزمة في سوريا، يعني يقصد الثورة الواقعة الآن أو الصراع السوري القائم قبل الانتخابات الأمريكية، خوفا من مفاجآت حقيقة هذه الانتخابات مما قد ينعكس من على السياسة الأمريكية في سوريا. هل تعتقد بالفعل أن بشار الأسد يعني يحسب للسياسة الأمريكية حسابها ويخشى من كونها تؤثر في الأوضاع الحالية بعد الانتخابات القادمة؟ يعني حقيقة موضوع خيار بشار الأسد في التعامل مع الأزمة السورية أنا أرى حقيقة أنه ليس بيده، يعني الآن روسيا كما تعلمون تم فتح المجال لها لإدارة الأزمة في سوريا خلال فترة ولاية أوباما، وسينتهي هذا التفويض حكما مع ولاية جديدة، لذلك أنا أرى حقيقة أن هذا الأمر يؤثر بشكل عالي على الجانب الروسي. الآن روسيا هي من تستخدم بقرارات التفاوض السياسي، وهي أيضا من تدير المعركة عسكريا، لذلك حقيقة بشار الأسد قد يعبر بذلك بشكل مباشر، ولكن هو مجرد تعبير ناتج عن نصائح روسية. وجدنا حقيقة كم من تصريح قام به بشار الأسد يلحقه مباشرة تصويب روسي، سواء بعملية الانتقاد أو حتى بعملية التفسير والتوضيح. أنا أرى حقيقة أن بشار الأسد لا يدير العملية السياسية ولا يدير البلد، الدول الكبرى مسرورة جدا بضعف بشار الأسد، جميع الدول من يتعامل بالملف السوري الآن يجدون من بشار الأسد لقمة سائغة، ويجدون أيضا أن المعارضة لم يبنى لها كيان سياسي يستطيع أن يكون يدير بشكل قوي، وبالتالي الآن أصبحت سوريا كالغنم المذبوحة التي تسقط ويكثر سكاكين عليها. نعم، ابقى معي سيد ياسر النجار. مشاهدي الكرام، فاصل ثم نواصل هذا الحوار، فلا تذهبوا بعيدا. فرشت فوق ثراك الطاهر الهدبا، فيا دمشق
لماذا نبدأ العتبة؟ حبيبتي أنت، فاستلقي كأغنية على ذراعي، ولا تستوضحي السبب. أنت النساء جميعا، ما من امرأة أحببت بعدك إلا خلتها كذبا. يا شام، إن جراحي لا ضفاف لها، فامسحي عن جبيني الحزن والتعب، وأرجعيني إلى أسوار مدرستي، وأرجع الحبر والطبشور والكتب. يا شام، أين هما عينا معاوية؟ وأين من زاحموا بالمنكب الشهبا؟ فلا خيول بني حمدان راقصة زهوا، ولا المتنبي مالئ حلبا، وقبر خالد في حمص نلامسه، فيرجف القبر من زواره غضبا. يا ابن الوليد، ألا سيف تؤجره؟ فكل أسيافنا قد أصبحت خشبا. دمشق، يا كنز أحلامي ومروحتي، أشكو العروبة، أشكو العروبة، أن أشكو لك العرب، لك العرب. أهلا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى. نتابع هذا الحوار في شخصية بشار الأسد بين الجانب الشخصي والنفسي وأثار ذلك على الصراع أو الثورة القائمة الآن في سوريا. عود لي الدكتور عمار القحف. دكتور عمار، يعني من ملامح القراءة في شخصية بشار والذي قدمته هذه الدراسة بأنه عقب الثورة في خطابه الأول كان من المفترض أن يقرأ خطاب فيه تنازلات، حديث عن إصلاحات، إلا أنه صدم بعد أن شاهد هذا الخطاب، بعد نهاية هذا الخطاب شاهده على التلفاز يخلو من كل هذه المرتكزات أو المحاور المضامين التي تحدث عنها الخطاب وتم كتابته مرة أخرى فيها. هل هذا يوحي بوجود جهات تؤثر في شخصية بشار وقراراته؟ شوف، بالتأكيد النظام فيه صقور وحمائم، يعني دائما في ناس بيشدوا على اليمين وناس بيشدوا على الشمال، لكن بشكل عام النظام كله منتفع من بعضه البعض، وبالتالي له مصلحة الاستمرار كما هو على النمط القديم ومقاومة أي جديد، وهو نظام غير قابل لأي إصلاح. يعني حتى في بداية حكمه حاول أن يعطي مجرد يعني خدمة شفوية للناس أو تصوير للناس أنه الإصلاح قادم وهناك إصلاح و في بداية حكمه، ولكن هذه يعني مخالفة للواقع. النظام مبني بطريقة مصمم بطريقة غير قابلة لأي نوع من الإصلاح، وبالتالي هو إصلاح الاقتصاد كان حله بين أنه أن تكون بيد الدولة إلى أن تكون بيد الأسرة، فهذا وأقنع الناس أنه هي الليبرالية الاقتصاد وتحرير المال و حتى أجهزة الإعلام التابعة للنظام كانت تتلقى أوامر و يعني لوائح وكذا من المخابرات. يعني ربما هي أكثر شيء أو من أكثر الأمور اللي هو صممها الوالد ووالده ومشى عليها هو حالة الإيهام النفس بأنه هي دولة مؤسسات. لاحظ كيف بشار وأبوه كان دائما يعمل الانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية في موعدها، ما يعني رغم كل التحديات كان ينضبط بأنه على الأقل المظهر العام أن يكون منضبطا، مظهر التزام الدولة بدستور ولو شكليا، لكن كان كتير يهتم بقيام الانتخابات في موعدها وإصراره عليها حتى في أوقات الأزمات، أوقات الثورة الآن. وهذا يعني يعطيك
بيعطيك صورة عن كيف أنه هو دائما حاول يعمل الفساد، هذا المظهر العام أو اليافطة العامة بأنه هو نظام مؤسسات، نظام منضبط، ولكن في خلف هذه اليافطة العريضة هو نظام مافيوي، هو نظام قائم على تبادل المصالح والكل غارق في الدم. هذا ما كشفته الثورة بالتأكيد، هذا ما كشفته الثورة. وبالتالي يعني الادعاءات بأنه في إصلاح أو في بعض الأجنحة بدها أصلاحها، يعني هي بين الإفساد وبين الإفساد بدرجة أقل، ليس إصلاح. نعم، هذا يفرض سؤال على سيد ياسر نجار، ألا يدل هذا التبديل والتغيير سيد ياسر في مضامين الخطاب الذي ألقي بعد الثورة، أول خطاب ألقي بعد الثورة، ألا يدل هذا التبديل والتغيير في المضامين بأن هناك أناس ودوائر في الدولة والنظام لا تريد التغيير، ربما تحارب حتى؟ يعني أنا يعني أذكر الآن مقارنة جرت ما بين موقف بشار الأسد الضعيف وخروجه من لبنان نتيجة كما تعلمون بعيد اغتيال الحريري. كان القرار مفاجئا للشعب السوري ومفاجئا للمؤسسات السورية، كان قرارا كأنه ظهر لنا قرارا ارتجاليا، ولكن فيما بعد تبين لنا أنه كان قرارا إيرانيا بامتياز. كان هذا القرار فتح المجال لتحول حزب الله من جديد لمفاصل الدولة اللبنانية. الآن أنا أقارن هذا الأمر بفترة الثورة، بشار الأسد وهذا انطباعا عنه لم يكن يملك خيار، وإنما كان ينتظر سواء النصائح أو الإملاءات. أنا أرى حقيقة أن المصلحة الإيرانية التي تمثلت في خيار واحد فقط، أنه لا بديل لبشار الأسد، وأن سقوط مشروعها بالكامل مرتبط ببقاء بشار الأسد من عدم بقائه. لذلك أنا يعني واثق فكرة هناك مجموعات تعيش فسادا من تحت وتستفيد من فساد النظام، وهناك إرث ورثه عن والده، ولكن والله أعلم. أرى أن الدولة العميقة الإيرانية التي استطاعت أن تدخل مع بداية ولاية بشار الأسد ويكون لها استفرادة في الدولة العميقة كان له دورا كبيرا جدا في هذا الجانب. ولكن أنا أحب أن أضيف أيضا على نفسية بشار، أنا يجمعني مع هذا الشخص تقاطع بسيط، أن بشار الأسد خدم الدورة الإلزامية في مدرسة المشاة في مدينة حلب. نعم. وخلال هذه الفترة شكل صداقات مع من خلال المدرسة أنا نشأت وتعرفت فيها، وهي مدرسة الفريرات نسميها. كان له علاقات نسائية كبيرة جدا، وكنا نصادفه في هذه المدرسة مع جيل الأكبر، وكان يظهر لنا أن هذا الشخص يعني بعيد كل البعد عن المجال السياسي او مجال كما يعني التحضير له كرئيس دوله مقبل. وفجاه بعد يعني هذا معروف سيد ياسر من خلال بعد موت ومقتل ومصرع باسل الاسد، اضطر والده لان ياتي به من بريطانيا ويؤهله خلال هذه الفتره القصيره لاستلام الحكم وتسليم ملفات الدوله. لم اسمع السؤال، تفضل سيد ياسر أنا أسمعك، هل سمعت كلامي؟ لا، يا ريت تعيد الكلام. يعني أنا فقط تعقيبا على ما ذكرت بأن هذا الأمر كان معروف بأن هذه الشخصية، شخصية بشار، كانت بعيدة بالفعل عن السياسة لأن والده أجبر على ذلك بعد مصرع باسل الأسد، أتى به من بريطانيا ودربه وأهله وسلمه ملفات، كان ربما من ضمنه حتى ملف لبنان، وأهله من أجل استلام الحكم في سوريا. تمام. وأنا يعني أذكر تماما أن بعض الأصدقاء الذين كانوا ارتبطوا به خلال هذه الفترة كان اتصالات أمنية تطالبهم بعدم الاتصال ببشار الأسد وعدم التفاعل معه. الآن هذه الشخصية طلب منها أن تموت، وأريد أن تصنع شخصية جديدة هي بديل لباسل الأسد. هذا الضغط الشديد الذي أثر عليه تراه الآن يعيش في عملية التناقضات، يعني هو في حين تراه يستلذ بالاستعادة الذكريات علاقاته النسائية، وفي حين آخر مطالب منه أن يتفلسف وأن يظهر بصورة المثقف وأنه لديه طيب. وعي. لاحظ نعم. أن خطابه في نهاية المطاف يريد أن يزود فيه أو يريد أن يظهر بمظهر أنه يستأهل هذا المنصب وأنه رئيسا يعني عن كفاءة،
يعني يعيش عقدة التناقض، أنه طلب منه بلحظة أن يكون على الهامش وطلب منه بلحظة أخرى نعم. أن يصبح رئيس دولة. طيب. هذه هي الدولة العميقة التي نعم. تحكم في سوريا. طيب أعود إلى دكتور عمار القحف، برأيك ما الأسباب الرئيسة التي دفعت نظام بشار لعدم التغيير وإجراء إصلاحات في الدولة؟ هل هي رغبة فقط يعني رغبة الحفاظ على نظام أقلوي طائفي، أم أن هناك أسباب ربما أخرى لها خلفيات إقليمية ودولية كتحالفاته وربما حتى نظام الوصاية على هذا النظام من قبل روسيا وإيران وغيرها؟ هو بالتأكيد كل ما ذكرت الأسباب كلها مترابطة مع بعضها. بالتأكيد مهم أن نشير أنه بشار يعني ليس ذلك الطفل الوديع ومن حوله هم المجرمون الذين لا يريدون الإصلاح، هو جزء وابن هذه المنظومة المجرمة التي استبدت بالحكم خلال هذه الأربعين أو الخمسين عام منذ 63، وبالتالي هذه المنظومة تملك أدوات الاستمرار من خلال أمور ذاتية ومن خلال العلاقات المتشابكة، ليست المرتهنة 100% لجهة معينة، وإن كان في فترة بشار زاد ارتهانه للجانب الإيراني كما ذكر الأخ ياسر. خلال فترة حكمه أصبحت ترى سيارات الأمنية الإيرانية في الدوائر الأمنية السورية، أصبحت ترى هيمنة كثير من الذي دفعوا لذلك؟ يعني لا أدري الأسباب الحقيقية، لكن هناك أسباب يعني متشابكة بين الجانب الاقتصادي والجانب السياسي والجانب الأمني أيضا. هناك تقاطع مصالح، وجد أنه يعني في عهد والده رغم أنه اصطف حافظ الأسد مع إيران في الحرب العراقية الإيرانية، لكن الاستثمارات الإيرانية كانت محدودة جدا في عصر حافظ الأسد، بمعنى حافظ على شيء من الكيان. أما في فترة بشار الأسد فانفتح انفتاح كبير جدا، سواء كان شيعيا والمزارات وغير ذلك، وأيضا انفتح اقتصاديا وانفتح أمنيا، وبالتالي ارتهن إلى هذا وربما وجد ضالته بأنه هذه أحد أساليب الهروب إلى الأمام، أحد أساليب التمسك يعني بعصا ليستمر. نعم، هل ما نشهده الآن من تغول إيراني وربما حتى إمساك، يعني هذا ما يعني غير مرئي حقيقة، إمساك لإيران لكن تدل عليه بعض المظاهر والظواهر، إمساك لإيران بمفاصل الدولة ووجودها في الميدان بصورة قوية، هل هذا ربما يعني نتيجة لما تفضلت به من الانفتاح في مجالات عديدة على إيران من قبل يعني الثورة؟ كان هناك قرار إيراني بالتدخل، وكان هناك قبول بهذا التدخل وترحيب من طرف نظام بشار الأسد، وفعلا في العشر سنوات، وهناك دراسة أعدت في هذا الجانب اللي هو التشيع خلال فترة عشر سنوات في عصر بشار الأسد، كيف ساهم في خلخلة موازين القوى الاجتماعية والقوى السنية والقوى وخاصة يعني في العاصمة، وخاصة في العاصمة يعني لأول مرة تبدأ اللطم في داخل المسجد الأموي، يعني هذا رمزيا، وأمام تجار دمشق الذي يعني أمامهم تمشي اللطميات في الأسواق العريقة في دمشق، أيضا هذه أكبر إهانة وجهها هذا النظام لهذه المنظومة التي كانت موجودة، بعضهم ساير وبعضهم عارض، والذي عارض طبعا عوقب نتيجة هذه المعارضة. نعم. طيب سيد ياسر، يعني الدراسة وفقا لمعطيات معينة وصمت بشار بالمزاجية وعدم القدرة على توقع قرارات وعلى عكس والده، وأنه من خلال هذا يهرب إلى الأمام، وهذا بالذات هو الذي دفعه إلى الدخول في مواجهة مع الشعب السوري واستخدام الحسم بهذه الطريقة الدموية، هل تتفق مع هذا الرأي؟ يعني هنا نرى حقيقة أن الأجهزة الأمنية في لحظة قيام الثورة استدعت الكوادر التي باشرت العملية الأمنية في فترة والد بشار الأسد فترة الثمانينيات. يعني بدأنا نعود بالذاكرة بأسماء عادت لممارسة نشاطها على أنها مستشارين، نحن نتكلم على جيل تقاعد وكان له دور كبير جدا في القضاء على أحداث الثمانينيات وتغوط. تقصد الحرس القديم والصقور؟ تماما. وأنا حقيقة أنا بشار الأسد عندما يعني ألزم، هو ليس بصاحب قرار، عندما ألزم بالاستعانة بهذه الكوادر، هذه الكوادر كانت ترى في بشار الأسد الطفل المدلل، يعني هي لا ترى في بشار الأسد زعيما عليها كما كانت ترى بحافظ الأسد. يعني حافظ الأسد هو من أنشأ هذه الرجالات الأمنية الأركان السلطة السابقة، وكانوا يخافون منه ويتعاملون معه كصاحب فضل. أما بالنسبة لبشار الأسد فكانوا يتعاملون مع طفل كانوا يرونه يقول لهم عظمه. لذلك أنا أرى حقيقة
أن بشار الأسد عارف ذلك الكثير. هذا من جانب. من جانب آخر لنقولها بصراحة أن الإيرانيين بدأوا يباشرون السلطة في سوريا على كافة المستويات. هم يمدون ويدعمون بالمال الجيش السوري وأيضا مفاصل الأمنية، وهم أيضا يتغولون ضمن مفاصل الأمن، وبالتالي أصبح عليهم شخصيات محسوبة عليهم، وبتنا نشأت صراعات ما بين الأجهزة الأمنية ذاتها. يعني كلنا نعلم ماذا حصل مع رستم غزالة ولماذا تم قتل رستم غزالة. كان ذلك على سبيل المصلحة لجهاز أمني يعني له علاقة أو مرتبط بإيران بشكل مباشر. نعم. أنا أرى حقيقة أن بشار الأسد أسقط في يدي. الآن بشار الأسد ينتظر القرارات الدولية من خلال الدول المهيمنة صاحبة المصلحة. هو ينتظر ماذا يريد الروس منه، هو ينتظر ماذا يريد الأمريكان منه، ويعبر وفق أجندة الإيرانية أو الأجندة الروسية. وأرى حقيقة أن الشعب السوري يستطيع من خلال المعارضة أيضا يستطيع أن يستفيد من هذه المعادلة، لأننا بدنا نتعامل مع الأطراف بشكل مباشر وليس عبر غطاء. طيب أعود إلى الدكتور عمار. دكتور، هذا الكلام يفرض سؤال، هل المجتمع الدولي يدافع عن النظام أم عن الأقلية العلوية في هذه الثورة من خلال دعم غير المحدود للنظام وخاصة من قبل روسيا وإيران؟ والله أنا أعتقد الهم الأساسي لدى المجتمع الدولي ودول الإقليم تحديدا هو الجانب الأمني أكثر من أي جانب. يعني كل دولة ترى تقاطع المصالح والمفاسد مع دولتها أكثر من غطاء الطائفة معينة أو طائفة أخرى، وإن كانت تستثمر. يعني تجد الفرنسيين يهتمون بالطائفة المسيحية، الأمريكان بالطائفة العلوية وغير ذلك من الاهتمامات. يعني هناك مصالح استراتيجية مثلا للأردن مع طائفة الدروز، وأيضا مع العشائر. هناك جانب العشائر ربما بحاجة أيضا أن نذكر تحالف النظام مع رموز من العشائر وكيف استثمر هذه العلاقة، وهي موازية للعلاقة مع طوائف مختلفة أيضا. بمعنى هو الفرق أساسي ربما حافظ أسد أحضر كل المجموعات اللي هي الفواعل المجتمعية السورية على طاولة واحدة، أعطاهم حصص متساوية وأعطى طبعا مجموعته أكبر حصة، بينما إجا بشار لم يعقد هذه الطاولة، هو تعامل مع كل فئة على حدة، وبالتالي هنا أعطى الطائفة الشيعية المنتمية إلى إيران التي ولاؤها إلى إيران أكثر امتدادات، وهنا جاءت إيران وركبت هذه الموجة ودخلت واقتحمت المشهد السوري. وهذا فرق ربما بتعامل بشار، تعامله كل فئة من الفواعل السورية على حدة وليس كتعالوا يا أولادي أنا بجمعكم وأنا أقودكم. لماذا نجد إلى هذا الأسلوب؟ طيب أسلوب مختلف، أسلوب يستطيع أن يلعب ويدغدغ عواطف ويزيد الوحوش على بعضها البعض. نعم، لا ويزيد ربما حتى من حجم الولاءات. يعني بالتأكيد نعم، بطريقة يعني مختلفة. هذا بينما حافظ كان يحاول أن يوازن دائما. يعني لم يعني كم مرة أزعجت مثلا طبقة المشايخ والعلماء في السنة في عهد الوالد وكان يجمعهم، بينما في عهد الابن يعني أكثر من مرة تم الإزعاج ويجمعهم فقط هيك من أجل بدي أسمع لكم، يعني بطريقة دونية أيضا وبطريقة يعني أعطاهم حجم أقل من الحجم الذي أعطاهم الوالد. طيب هناك سؤال مركزي سيد ياسر النجار، الدراسة أيضا تقول أن الغالبية العظمى من المجتمع العلوي مع بشار الأسد، هل هذه المعلومة دقيقة وما الذي ينبني عليها؟ يعني حقيقة هذه معلومة الغاية منها التسويق إلى أن بشار الأسد لا يزال يحتفظ بحاضنة مجتمعية. الطائفة العلوية هي أكثر الطوائف المتضررة على مستوى الثورة، تعلمون أنها أوصل بها بشار الأسد إلى قطيعة تامة مع باقي الطوائف، هذا من جانب، وتحميلها المسؤولية عما يحدث كون أن بشار الأسد يستغل هذه الطائفة. من جانب آخر هي الطائفة التي قدمت أكبر دم أيضا نسبة مئوية من القتلى في صفوف الجيش العربي السوري، كون أن النظام لا يثق بباقي عناصر الجيش وهم يعتمدون على ضباط قادة أو ضباط ذوي رتب عليا. وبالتالي هذه الطائفة كنا جميعا نقول فيما إذا استمر النظام بهذه الطريقة بتجيش الطائفة سوف يصل به الأمر أن الطائفة لن يبقى لديها جيل شباب. نحن نتكلم عن طائفة حقيقة حتى الإيرانيين لا يعتبرونهم
طائفة شيعية، وهم أيضا يرون في الإيرانيين أنهم يستغلون النظام ويستغلون منظومة الحكم. لذلك ترى أن الطائفة رحبت بشكل كبير بالتدخل الروسي. هذه الطائفة يمكن أن تقول هي أقرب إلى الكنيسة الأرثوذكسية أو أقرب إلى الروس منهم إلى الطائفة الشيعية. لذلك أنا أرى حقيقة كمان من خلال رفضنا لعمليات الهجرة التي تحصل، الهجرة الغير مشروعة عبر الشواطئ التركية، وجدنا أن الطائفة العلوية هي تحمل نسبة كبيرة لا بأس بها في عملية هروب الفئات العمرية الشابة. طيب. يعني نحن نتكلم حقيقة عن استهداف لهذه الطائفة وهي متضررة، ولكن المشكلة أن الدول التي تراعي أو تتفاعل مع الثورة السورية كانت تستغل مشكلة الأقليات واستثمرت في قضية الطائفة العلوية. طيب. هذا من الجانب. انتهى وقت البرنامج سيد ياسر، عفوا على المقاطعة، بقي سؤال في نصف دقيقة أو أقل حتى لدكتور عمار القحف. يعني ختاما، كيف يمكن أن نفهم المفارقة بين كون هذا النظام يعني طائفي وفي نفس الوقت يتقنع بحزب البعث العلماني؟ هو من بدايته كان حزب طائفي استغل الحزب كأداة من الأدوات الأخرى، بالإضافة إلى جزء من الطائفة وليس الطائفة، جزء من الطائفة الأسر مختارة بعينها من الطائفة العلوية، وأيضا بعض الدروز وبعض المسيحية وبعض السنة التي وبعض العشائر وأيضا بعض رجال الأعمال. يعني هو تحالف، وبعض رجال الدين للأسف أيضا الذين دخلوا فيه، فهو تحالف له صور عدة، يظهر بصورة طائفية أحيانا ويظهر بصورة التحالف الليبرالي الاقتصادي، الاقتصاد الليبرالي، وهذه أحد عوامل الاستمرارية تبعه. يعني هذه نعم. أحد العوامل التي علمها طيب. والده له، ويتقنع ربما أحيانا بالعلمانية، وربما بداية الثورة أحد الأمور اللي حاول النظام أن يرسمه أن يكتب سردية بأن الثورة إسلامية، وبالتالي حاول أن يرسمها بأنه سيسمح بالحجاب وسيسمح بتدريس المواد في بداية الثورة، طلع عدد مراسيم معينة كنوع امتصاص، وأيضا تثبيت السردية بأن هذه طيب. الثورة الإسلامية تفضلوا أي نعم. إصلاحات إسلامية، وهذا فن أو الثعلبة نعم. الموجودة لاستغلال واستثمار هذه التناقضات نعم. طيب الدكتور عمار القحف المدير التنفيذي لمركز عمران للدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا لك، وأشكر أيضا السيد ياسر النجار عضو مجلس قيادة الثورة السورية، والشكر موصول لكم أنتم مشاهدي الكرام. ألتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة من برنامج سوريا اليوم، في أمان الله. وضعوا على فمه السلاسل، ربطوا يديه بصخرة الموتى، وقالوا أنت قاتل. أخذوا طعامه والملابس والبيارق، ورموه في زنزانة الموتى، وقالوا